بسم الله الرحمن الرحيم. بتمنى لو حد عنده أي استفسار في فيديو النهاردة يسيب لي كومنت بالسؤال، ولو حد محتاج شرح موضوع معين أو جزء معين يكتب لي في الكومنت. هيكون معاكم ياسمين حمدي، وما تنسوش الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الميكانيزم أوف هيرينج، الفيسيولوجي بتاع الهيرينج. طيب يعني إيه كلمة هيرينج أو يعني إيه كلمة سمع؟ دي البروسس اللي فيها الإير بتنقلي الساوند فايبريشن اللي موجودة في الإكسترنال إنفايرمنت لنيرف إمبلس. أنا دلوقتي لما شايفة واحد بيغني قدامي أو بيتكلم قدامي، إيه اللي بيحصل؟ هيحصل فايبريشن في الإير اللي موجود ما بيني وما بينه، تمام؟ فبينتج vibration wave. فالإير دي هتعمل ايه؟ هتحول لي الويفز ديت او الفايبريشنز ديت لنيرف امبولس تطلع على البرين. ما هو البرين مش هيفهم الكلام ده كله، البرين عايز امبولس علشان يفهم، تمام؟ يبقى الهيرينج دي البروسس اللي بيها الإير بترانسفورم الساوند فايبريشن في الاكسترنال انفايرمنت انتو نيرف امبولس هتطلع على البرين، هيحصل لها انتربريتيشن كساوند. يبقى الإير بتاعتي دي مش هي اللي بتسمع، تمام؟ هي مجرد وسيلة لنقل الفايبريشن ديت للبرين. يبقى اللي بيسمع ده البرين، هو اللي بيفهم ايه اللي انا سمعاه كمان وكل حاجة، تمام؟ طيب علشان الساوند دوت بقى يتنقل للسنترال نيرفس سيستم، انا بعدي باربع خطوات. اول حاجه ان انا اجمع الساوند ويف اللي موجوده بره دي وانقلها للانر اير. تاني حاجه يحصل استيميوليشن للكوكليار ريسبتورز اللي موجوده في الانر اير. تالت حاجه هنقل الاوديتوري امبولس اللي نتجت عن الاستيميوليشن دي للكورتكس عن طريق الاوديتوري pathway. بعد كده يحصل perception للimpulses ديت بالكورتكس. نتكلم بقى على كل واحدة واحدة بتفصيل اكتر. اول حاجة transmission بتاع sound wave للinner ear. sound wave اللي برا دي بتتجمع بايه؟ بالear penna اللي هي بالoracle. بعد كده بيحصل direction للwaves ديت في external auditory meatus. هتوديهم فين؟ للtympanic membrane. فهيحصل فيه ايه؟ vibration. انا عندي ماسك فيه الميليوس وبعد كده الانكوس وبعد كده الستيبس، ودي بتبقى ماسكه هنا في ايه؟ في الاوفل ويندو. طيب انا دلوقتي لما حصل فايبريشن في التيمبانيك ميمبرين، حصل موفمنت في الاير اوسيكلز اللي هم الميليوس والانكوس والستيبس. الحركه دي كلها والفايبريشن دوت بيعمل لي امبليفيكيشن للساوند عندي الاوفل ويندو حوالي 20 مره. ازاي؟ انا عندي زي ما احنا شايفين الاريا بتاعه التيمبانيك ميمبرين دي حوالي 16 مره او 17 مره قد الاوفل ويندو. وكمان الاوسيكلز ديت بتشتغل كليفر سيستم، فسبحان الله المنطقه دي بتعمل لي كونسنتريشن للساوند في سمول اريا. بصوا من هنا لهنا. طيب ليه ربنا خلق لي الامبليفيكيشن سيستم اللي موجود في الاير دوت؟ انا عندي الساوند ويف دي كانت موجوده بره في هوا، وعلشان تدخل الانر اير ده كده هتدخل ميه، الكوكليار فلويد، الفلويد اللي موجود في الكوكليا. وانا عندي الويفز لما هتتنقل من وسط لوسط من هوا الميه هتقل، مش هتعرف تتنقل، تمام؟ فعلشان كده جه هنا الامبليفيكيشن سيستم اللي هيزود لي الويفز ديت، هيعمل لها امبليفيكيشن للفايبريشن قبل ما توصل للانر اير. طيب الفايبريشن بقى بتاع الاوفل ويندو دي بتعمل لي ويفز هنا في البيريلمف. انا عندي ده طبعا البيريلمف، كل ده كده اللي انا ماشيه فيه بيريلمف، انما اللي جوه ده جوه الممبرنز ده اندو لمف. طيب دي اسمها سكالا فيستيبولاي ودي اسمها سكالا تيمبانوي، اللي ما بين الخطوط دي اسمها سكالا ميديا. طيب لو كبرناها كده نبص عليها، شايفة 3 ممبرنز. اللي فوق ده الفيستيبولار ممبرن، اللي فوق الهير سيلز ده على طول اسمه التكتوريال ممبرن، واللي تحت الهير سيل اسمه البازيلار ممبرن، وبيبقى خارج من الهير سيل اهو الكوكليار نيرف. طيب نشوف بقى ايه اللي بيحصل. سهل خالص، لما بيحصل عندي بيحصل عندي فايبريشن للاوفال ويندو دي هتعمل لي ترافلنج ويفز في البيريلمف في السكالا فيستيبولاي، فدي هتحرك لي انهي ممبرين؟ الفيستيبولار ممبرين. طيب
الويفز ديت بقى هتمشي كده عماله تخبط ايه، عايزه تعدي هنا بقى للسكيلتن بنوي، هتعدي من الحته الملفوفه المدوره دي اسمها ايه، هيليكوتريما. يبقى الويفز دي بتعدي اراوند الهيليكوتريما بتاع السكيلتن بنوي، دي السكيلتن بنوي، فتعمل لي موفمنت للميمبرين. ايه الميمبرين دوت اللي هو بيبقى تحت ده، اللي هو البازيلر ميمبرين. الفايبريشن او الديسبليسمنت في البازيلر ميمبرين ده نشوف بقى الصوره المكبره دي، لو حصل فايبريشن فيه ده هيخلي ايه الهير سيلز بتاع الاورجان اوف كورت يحصل لها بيندنج اجينست التكتوريال ميمبرين، وده هيعمل ستيميوليشن للبرودكشن بتاع النيرف امبلس في الكوكليار نيرف. طبعا الكوكليار نيرف ده اللي مسؤول عن السمع، ودوت يعتبر جزء من ايه الفيستيبيولو كوكليار نيرف اللي هو الكرينيال نيرف الثامن، تمام. الفيستيبيولر نيرف الجزء الثاني ده اللي مسؤول عن الاتزان والاكوليبريم والحاجات دي، تمام. طيب يبقى انا كده اخر حاجه عملت ايه، ستيميوليشن للبرودكشن للنيرف امبلس في الكوكليار نيرف، ودوت بقى يطلع على الاوديتوري نيرفوس باثواي. قبل ما نشوف ازاي بيحصل ستيميوليشن للكوكليار ريسبتور، لازم نقول ان انا عندي طرق اخرى للترانزميشن بتاع الساوند للانر اير. اول حاجه طبعا احنا قلناها اللي هي الاوستيكولار روت، ودي الفيري افيشنت واليوجوال روت، ان انا عندي ساوند ويف بتتنقل للاوفل ويندو بالتيمبانيك ميمبرين والاوديتوري اوسيكلز. عندي البوني روت تاني حاجه، ودي ان افيشنت، دي زي ما انا بجيب الشوكر ران انا كده واروح احطها على السكال بتاعتي، ده بوني روت ترانزميشن. تالت حاجه الاير روت، ودي بتبقى امبورتنت بس لما التيمبانيك ميمبرين والاوديتوري اوسيكلز هيبقوا دامجد، والاقي كده الويف بقى بتعرف تعدي على الانر اير على طول. طبعا دي بيبقى معاها ماتش لوس اوف انرجي، فين الامبليفيكيشن سيستم، تمام. طيب احنا قلنا ان الاوستيكولار روت ده فيري افيشنت، ليه بقى؟ انا عندي التيمبانيك ميمبرين دوت كاركترايزد بايه، انه الاستيك، انه ابيريوديك، يعني ايه معدل الفايبريشن او الريت بتاع الفايبريشن بيساوي الفريكوانسي بتاع الساوند. كل ما الفريكوانسي يزيد كل ما الريت بتاع الفايبريشن بيزيد. ايه كمان؟ ريزونيتور، يعني الامبليتيود بتاع الفايبريشن بيبقى ماشي مع الانتنسيتي بتاع الساوند. كل ما الانتنسيتي تزيد كل ما الامبليتيود بتاع الفايبريشن يزيد. طيب الانتنسيتي قليله، لا الامبليتيود بتاع الفايبريشن هيبقى قليل. كاركترايز كمان انه دامبد، يعني ايه خلاص الصوت وقف الفايبريشن هيقف هو كمان، تمام. يبقى الادفانتج بتاع الاوستيكولار روت بسبب الادفانتج والكاركترستكس بتاع التيمبانيك ميمبرين. غير كده كمان طبعا قلنا الامبليفيكيشن سيستم، الفايبريشنز بتاع التيمبانيك ميمبرين بيبقى امبليفايد عند الاوفل ويندو حوالي 20 مره، واتفقنا بسبب ان الاريا بتاع التيمبانيك ميمبرين حوالي 16 او 17 مره قد الاوفل ويندو، كمان الاوسيكلز بتشتغل كليفر سيستم، تمام كده. عايزين نتكلم بقى على الاستيميوليشن بتاع الكوكليار ريسبتور، ازاي حصل لها ستيميوليشن. انا عندي الاندوليمفي دوت انترا سيلولار فلويد، يعني ريتش ان بوتاسيوم 150 ملي مول بير لتر، انما الصوديوم هيبقى حبه قليلين 1 ملي مول لكل لتر. الاندوليمفي دوت بيجي منين؟ بصوا تحسوا كده ان هو يعني متحوط اهو بكل حاجه، بيجي من هنا بالسترايا فاسكولاريس، بتبقى موجوده هنا في الاوتر وول، مسؤولة عن السيكريشن بتاع الاندوليمف. طيب البيريليمف ده اكسترا سيلولر فلويد بره، يعني ريتش ان صوديوم 150 ملي مول بير لتر، انما البوتاسيوم هيبقى قليل 5 ملي مول بير لتر. فانا عندي الكتريك بوتنشال اوف بلس 80 موجود اول ذا تايم ما بين الاندوليمف والبيريليمف. عندي البوزيتيفيتي هتبقى جوه السكالا ميديا، انما النيجاتيفيتي هتبقى بره، بفعل مين؟ لتاني مره بفعل الاسترايا فاسكولاريس، دي بتعمل لي كونتينوال ترانسبورت للبوتاسيوم ايون من البيريليمف للاندوليمف. يبقى دلوقتي قلنا تو فانكشنز للاسترايا فاسكولاريس، السيكريشن بتاع الاندوليمف والكونتينوال ترانسبورت للبوتاسيوم ايونز من البيريليمف للاندوليمف. طيب عندي هنا بقى لما بيحصل فايبريشن للبازيلر ميمبرين دي بتعمل ايه؟ هتخلي الاستيريوسيليا ان هي تبقى ديفلكتد وتبقى شيرد على الاندر سيرفيس بتاع التكتوريال ميمبرين. هيحصل ايه؟ اوبننج للبوتاسيوم صوديوم تشانل والكالسيوم تشانلز اللي موجوده على الانر هير سيل ميمبرين،
انا دلوقتي مين اللي محوط الانر هير سيل من هنا؟ الاندولينف اللي هو مليان ايه؟ مليان بوتاسيوم. فالبوتاسيوم ما يصدق او اول ما يلاقي اللي تشانلز اتفتحت بسرعة هيحصل رابيد انفلوكس، فيحصل شيفتنج للريستنج هير سيل بوتنشال من ماينس 60 لمور بوزيتيف بوتنشال. البوتنشال ده هيخرج لي كيميكال ترانسميتر بيولد لي اكشن بوتنشال في الافرنت نيرف حوالين البيز بتاع الهير سيل، فبيخرج لي سينابتيك ترانسميتر اللي هو الجلوتاميت. ده هيعمل لي دي بولاريزيشن للهير سيل ويعمل لي بروباجيشن للاكشن بوتنشال والنيرف امبلس في الاوديتوري نيرف. وكل ما كان الديسبليسمنت بتاع البازيلر ميمبرين اكبر والبندنج بتاع الاستيريو سيلي اكبر، كل ما كان الاكشن بوتنشال اللي اتولد في الاوديتوري نيرف اكبر. تمام، عايزين نخلي بالنا هنا من نقطه مهمه جدا. احنا متعودين ان اللي كان بيعمل اكشن بوتنشال قبل كده في الفسيولوجي كان ايه؟ كان الصوديوم. لكن نقطه مهمه هنا ممكن تيجي في ام سي كيو وتوقع كتير، ان المسؤول عن حدوث الاكشن بوتنشال هنا هو مين؟ البوتاسيوم. تمام كده، خلاص وصلنا للنيرف امبلس في الاوديتوري نيرف. عايزين بقى ننقلها للكورتكس. يبقى احنا هنمشي في انهي باسوي؟ الاوديتوري باسوي. انا عندي كل كوكليا من دول بتبقى ريبريزنتد باي لاتيرال في البوست تمبورال لوب. طيب الاول يبقى ايه عندي مركز السمع بتاعي في البرين؟ هو التمبورال لوب اللي هو فين؟ احط ايدي فوق ودني كده واخبط، هو ده التمبورال لوب بتاعي. طيب يبقى كل كوكليا بتبقى represented by lateral. يعني ايه؟ يعني انا عندي الكوكليا دي بتبقى represented هنا وهنا، والكوكليا دي represented هنا وهنا. يعني مثلا الحتة دي بتستقبل منين؟ بتستقبل من الاتنين. معنى كده مثلا لو الحتة دي اتضربت، ايه يعني ايه؟ السمع هيبقى عندي الى حد ما موجود. تمام، فسبحان الله والحمد لله. ماشي، طيب نشوف بقى الاوديتوري باثوي بتاعنا. ده بيبقى ليه 3 اوردر نيرون، بدايه من الريسبتور اللي هو اورجان اوف كورتي في الانر اير. ده الريسبتور بتاع الاوديتوري باثوي، الاورجان اوف كورتي في الانر اير. الفيرست اوردر نيرون ده الباي بولر سيلز بتاع السبايرال جانجليون. فيرست اوردر نيرون جانجليون، الباي بولر سيلز بتاع السبايرال جانجليون. الاكزون بتاعها ده اللي هيبقى الكوكليار ديفيجن بتاع الفيستيبيلو كوكليار نيرف اللي هو النيرف الثامن، الكوكليار ديفيجن. طيب السكند اوردر نيرون بقى ده بيبقى عندي الدورسال والفنترال كوكليار نيوكليوي. الاكزون بتاعها رايح فين؟ رايح للسوبيريور وليفري نيوكليس، والنيوكليس بتاع الترابيزويد بودي بتاع ناحيه واحده، لا ده رايح للناحيتين. ده بقى اللي بيفسر لي ازاي حصل كروسنج وازاي بقى فيه بايلاترال ريبريزنتيشن على التمبورال لوب. تمام، يبقى انا السكند اوردر نيرون من الكوكليير نيوكليس رايح للسوبيريور اوليفري نيوكليس بتاع الناحيتين. بعد كده احنا لسه في السكند اوردر نيرون طالع على الانفيريور كوليكولوس عبر ايه؟ اللاتيلر لمينيسكس. تمام، يبقى السوبيريور اوليف نيوكليس، اللاتيلر لمينيسكس، والانفيريور كوليكولوس اللي موجوده في الميد برين. نخلي بالنا علشان الحته دي مش تلخبطنا، السوبيريور اوليف هي اللي موجوده تحت، انما الانفيريور كوليكولوس هي اللي موجوده فوق. تمام، طيب الثيرد اوردر نيرون بقى دي هتبقى من الميديال جينيكيولت بودي اللي بيبقى موجود فين؟ في الثالاموس. والاكزون بتاعها هيطلع بقى الاوديتوري روديشن ويوصل للاوديتوري كورتكس في التمبورال لوب بتاع البوث سايد. برضك نخلي بالنا الحته دي علشان هتلخبطنا بعد كده في الفيجوال باثوي. انا عندي طبيعي اهو في وشي ودني موجوده لاتيلر لعيني، لكن في الباثويز بتوعهم ودني هتاخد الميديال جينيكيولوت بودي، انما عيني هتاخد اللاتيلر جينيكيولوت بودي. تمام، علشان ما نتلخبطش. طيب انا كده وصلت للكورتيكس. عايزين نعمل بقى كلمه مجمعه تفكرني بالباسوي ده علشان ما انساش حاجه في النص. الكلمات بصوا كبيره عامله ازاي. طيب اول حاجه انا عندي النيرف الثامن اللي هو الكوكليار نيرف او الاوديتوري نيرف. تمام، والكوكليار نيوكليوس الحاجتين دولت ما يتنسوش هم، دي ليهم علاقة بالكوكليا، الاوديتوري نيرف والكوكليار نيوكليوس. بعد كده بحط باقي الحروف دي في كلمة سليمة او سلايمة اي حاجة يعني، بس يبقى عندي حروف الاس والال والاي والام والاي.
ال S superior olivary nucleus، ال L هتبقى ال lateral meniscus، وال I ال inferior colliculus، وال M هتبقى ال medial geniculate body، وال A هيبقى ال auditory cortex. تمام، يعني اعتقد ان هي بقت سهلة جدا. خلاص الامبلس وصلت للكورتكس، عايزين بقى نعمل لها perception علشان وصلت. بيحصل perception بمنطقتين او بثلاث مناطق، البرايمري اوديتوري كورتكس اللي هي البرود مان اريا 41 و 42، والاوديتوري اسوشيتد كورتكس اللي هو اريا 22. ايه الارقام دي؟ انا كان عندي عالم اللي هو اسمه برود مان، ودوت اللي هي الارياز دي واخده اسمها من اسمه برود مان. ده جه لقى ان انا عندي المنطقه دي غير دي غير دي في السيلولر كومبوزيشن بتاعتها، وكل واحده ليها فانكشن معينه، فدى لكل واحده رقم. تمام، يبقى البرايمري اوديتوري كورتكس اللي هو اريا 41 و 42، دي اللي بتتعرف لي ايه على الفيزيكس بتاع الصوت كده، على البيتش، على اللاودنس، على الكواليتي، على الدايركشن بتاع الساوند. طيب لازمه اريا 22 دي ايه؟ اللي هي الاوديتوري اسوشيتد كورتكس، دي بتفهم لي معنى الصوت اللي انا سامعاه. يعني 41 و 42 دي ايه؟ مجرد ان انا سامعه وخلاص، لكن مش فاهمه. اريا 22 دي بقى دي اللي بتفهمني معنى كل حاجه سامعاها. طيب يبقى لو نعمل مقارنه ما بين البرايمري اوديتوري كورتكس والاوديتوري اسوشيتد اريا، البرايمري اوديتوري كورتكس دوت موجود فين؟ اريا 41 و 42، والاوديتوري اسوشيتد اريا الاريا 22، والاثنين موجودين فين؟ في السوبيريور تيمبرال جايروس، اهو ده التيمبرال لوب اهو. تمام، طيب الفانكشنز بقى، البرايمري اوديتوري كورتكس كورتكس دوت اللي بيبقى كونسرنت بالبرسبشن بتاع البيتش واللاودنس والكواليتي بتاع الساوند من غير ما افهم معناهم، وكمان بيعمل لي لوكاليزيشن للسورس بتاع الصوت. بيعمله ازاي بقى؟ ده على حسب الاختلاف في الوقت ما بين وصول الساوند ويف للودن بتاعتي، وكمان في الاختلاف بتاع اللاودنس في الودنين. يعني مثلا لو الصوت جاي من ناحيه اليمين، هيبقى الويفز دي هيبقى ليها صوت عالي في الودن اليمين عن الودن الشمال، فبالتالي اريا 41 و 42 بيقدروا يميزوا ان الصوت ده هيبقى جاي من الناحيه اليمين. ولو حصل بقى يونيلاترال ليجن فيها، ها، بيبقى عندي اونلي امبيرمنت في الهيرنج. ليه؟ لان انا اصلا عندي كل كوكليا بيبقى ليها بايلاترال ريبريزنتيشن على تو لوبس، على تو تيمبرال لوبس. تمام، فالتانية هتغطي على دي. تمام، طيب انما الفانكشن بتاع الاوديتوري اسوشيتد اريا ده بتعمل اناليسيس بقى للكاركترز بتاع الساوند علشان اسمع كلام مفهوم، افهم معنى الصوت اللي انا سامعاه ده. ولو حصل فيها يونيلاترال ليجن بيبقى على حسب هي في انهي لوب. لو كانت في الدوميننت هيمسفير، ايه الدوميننت هيمسفير ده؟ انا لو بكتب بايدي اليمين، الدوميننت هيمسفير بتاعي هيبقى الشمال. يعني وغالبا اصلا بعد ما عملوا ابحاث كتير مؤخرا، يعني لقوا ان الدوميننت هيمسفير دوت موجود في ناس كتير، يعني حتى اللي بيكتبوا بايديهم الشمال. بس احنا نعرف ان الدوميننت هيمسفير بيبقى عكس الايد اللي انا بكتب بيها. تمام، طيب لو حصل ليجن بقى في الاوديتوري اسوشيتد اريا اللي موجوده في الدوميننت هيمسفير اللي هو الشمال، هيحصل او على حسب يعني الدوميننت هيمسفير موجود في يمين ولا شمال في الشخص ده. تمام، بيحصل حاجه اسمها اوديتوري افيزيا. انا سامع صوته وخلاص بس مش فاهمه معناه. تمام كده، انا كده خلصت. لو حد عنده اي استفسار يكلمني. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.